طب نسمع دكتور أشرف. دكتور أشرف، هل في وقائع سابقة عندما حدثت مخالفات؟ وحضرتك قلت لي إنه بيحصل مخالفات، عندما حدثت مخالفات هل أيضا أوقفت التعامل مع المخرج وكان وغرمت الشركة يعني رقم المليون جنيه ده رقم عادي ولا استثنائي؟ وهل أوقفت مخرجين قبل ذلك وأوقفت تعامل مع مخرجين قبل ذلك؟ طيب، أول حاجة أنا لما كلمت مخرج الدالي ومنتج الدالي قالوا لي هو الأستاذ نور متبني الشاب ده وهنستأذنك بس تكلمه، وما كانوش صوروا خلاص. فأنا كلمت الأستاذ نور، أنت عارفة الأستاذ نور كان متحمس إنه يتبنى مجموعة من الشباب، يعني منهم حسن الرداد ومنهم ناس كتير. تاني حاجة، المخالفات دي، إحنا بص يا أستاذة لميس، إحنا من سنتين عملت اجتماع مع المخرجين في أحد الفنادق المشهورة، ومن 6 شهور عملت اجتماع مع المنتجين الفنيين، وبنجتمع في اتحاد المنتجين في المتحدة عشان ضوابط المهنة. وكل طلباتي كان طلب واحد بس، احترام قانون ولائحة النقابة. لا، شركات كتير وقع عليها غرامات أكبر من كده ودفعوا، وشركات كتير التزمت وناس كتير التزمت، ولكن عندما أخطرتني شركة الإنتاج أن المخرج هو الذي اختار كل هؤلاء، وأن المخرج تعمد، أنا اتكلمت مع المخرج واتكلمت مع الإنتاج واتكلمت مع مساعد الإخراج وطلبت منهم طلب واحد بس، أرجوكم احترموا قانون النقابة، احترموا لائحة النقابة. أنا بقول لحضرتك إحنا عندنا كل الناس عايزة تمثل، الفن اصبح مهنه تملى مهنه يعني كلامه. هل لما حضرتك كلمت المخرج قال لك يعني قلت له احترم قانون النقابه، ماذا كان رده؟ طبعا طبعا ايوه، قال لحضرتك طبعا ايه؟ طبعا، كنا في نقابه السينمائيين يا فندم، كنا في نقابه المهن السينمائيه، وكان في مشكله مع المخرج انا لا داعي لذكرها، وانا طلبت منه ومن المساعدين اللي معاه وطلبت من الانتاج، قلت لهم يا جماعه المسلسل ده انا الان، قالوا لي لا احنا ملتزمين تمام، كلمتهم قالوا لي لا تمام. وفي الاخر انا عندي رساله على تليفوني من شركه الانتاج ان المخرج هو اللي عمل كده، ان المخرج دي خرجته من دماغه ورفض يعني هو مصر الا يحترم النقابه. طبعا مش يعني طبعا انا مش عايز اقول الا احترم النقاب، انما في نقابه يا جماعه، احترموا النقاب. يعني ايه 70% برضه دي شركه انتاج يعني كبيره ازاي يعني يعني لان صاحب الشركه كان عيان، كان بيعمل عمليه. طب بس ده مخرج شاب يعني مش معقوله. يا فندم احنا طلباتنا بسيطه جدا، مع احترامي احنا لا متعنتين ولا متزمتين، احنا كل طلباتنا القانون واللائحه بيقولوا من حق سيادتك 10%، هات ال 10% وتفضل تحت امرك، احنا نودي لك التصريح لغايه باب البيت والله. طب ما فيش حل للقصه دي دلوقتي يا دكتور اشرف؟ يا فندم كل حاجه ليها حل، يا فندم كل في حاجه ليها حل، وانا على تواصل مع الاستاذ مسعد فوده ومع الاستاذ عمر عبد العزيز ومع بعض الاصدقاء، انما هي مش هتتحل بالبيانات. لا مش لازم بالبيانات، يعني هل لا ممكن بالبيانات. دلوقتي يقدموا انا على فكره بس عايز اقول حاجه، ده مش قرار اشرف زكي، ده قرار جمعيه عموميه، والاستاذ طارق الشناوي يعلم قوه قرارات الجمعيه العموميه، قرار الجمعيه العموميه يلغى بقرار جمعيه عموميه. هل ممكن بس انا عايز اقول لسيادتك حاجه، فضل. حاجه اخيره خلاص، احنا لن نسمح بإن حد ينتهك قانون النقابة أو لوائح النقابة، وكل طلباتنا، وأنا ببعت رسالة من خلال حضرتك لزملائنا المخرجين العظام الكبار أعضاء نقابة المهن السينمائية، أنتم فوق راسنا، لكم كل التقدير والاحترام، وإحنا كل طلباتنا منكم حاجة واحدة بس، لما تشغل حد يا فندم مش مطلوب من سيادتك غير حاجة صغيرة، تخطر الإنتاج إنه ياخد تصريح من النقابة وتحت أمرك. طب طارق، يعني كلام دكتور اشرف يبدو منطقيا، هو عايز احترام النقابه وقال انه تحدث وتنظيم العمل. لا ما حدش اختلف في انه دكتور اشرف عليه ان ينظم العمل وعليه ان يراقب هل دول واخدين تصاريح ولا لا، ولكن الخطا من وجهه نظري اللي ارتكبه دكتور اشرف هو انه استغل سلطته كنقيب وطالب بشيء لا يمكن ان يطالب به احد، يطالب الممثلين بعقاب للمخرج، دي مسألة خارج نطاق القانون وخارج نطاق المنطق، وممكن تعمل تشعل حربا أهلية بين نقابة السينمائيين وبالذات شعبة الإخراج الغاضبة،
وبين نقابة الممثلين، وهذا الخطأ اللي ارتكبه الدكتور أشرف عليه أن ينهيه فورا، لأنه ده خطأ بين. خد حقك، كلنا مش مختلفين التنظيم، ولكن أن تعاقد مخرج بالطريقة دي وانت مالكش علاقة بيه، مفيش علاقة مباشرة، انت علاقة بشركة الانتاج التي اخطأت. حتى لو قالوا له المخرج فرض، يقول لهم انتوا الغلطانين. مفيش حاجة اسمها مخرج فرض ومخرج في اول اعماله، زي ما انت قلتي هيفرض هو ما هوش يوسف شاهين مثلا عشان يوم انا اللي عايزه يتعمل. لا، مش صحيح الكلام ده. الدكتور اشرف اخطأ وعليه ان يحل هذا الخطأ، وانه يرفع الظلم عن مخرج. يعني دي وجهة نظرك يا طارق. كلمة اخيرة للدكتور اشرف زكي. كل الاحترام والتقدير طبعا الاستاذ طارق الشناوي، وانا بزعلش منه، هو عارف كنت زمان بزعل، ما عدتش بزعل. وجهه نظر تحترم، وايضا وجهه نظر الجمعيه العموميه عندنا تحترم، وانا ببعت برضو رساله احترام وتقدير لكل الزملاء المخرجين ولنقابه المهنه السينمائيه كامله، وكل طلباتي ايدينا في ايد بعض من اجل المهنه. حطوا ايدينا في ايد بعض من اجل المهنه. المهنه فيها مشاكل كتير، وارجوكم تعاونوا معانا، أرجوكم حطوا إيديكم في إيدينا من أجل الصالح العام لهوليود الشرق. إحنا عندنا مشاكل كبيرة، ولكن أنا مطلوب مني يا أستاذ لميس، وأنا في رقبتي آلاف الأعضاء وسبعين في المية مخالفات، ده في مسلسل واحد. مطلوب مني نعمل إيه؟ يعني أتمنى أنه الموضوع ده يجد حلا، وأنه شركة الإنتاج تتدخل وتحاول أنها يعني تصل لحل مع مجلس إدارة النقابة، مع الجمعية العمومية، لأنه ليس قرار أشرف زكي زي ما قال. بشكرك سيادة النقيب أشرف زكي، بشكرك الناقد الفني طارق الشناوي.